علاش نايضين كيغوتوا تعديلات ديال مدونات الاسره ويريدون الغاء التعصيب؟ عرفتي شنو هو الغاء التعصيب الشرطه؟ اول حاجه هو ضرب لعدد من ايات الله عز وجل، لان التعصيب كاين في القران قبل ما يكون في السنه، باش ما يجيش شي واحد يكذب علينا ويمسح فينا رجليه اللي اصلا مسخين ويقول لك حق التعصيب ما كاين لا في القران لا في السنه، هو غير اجتهاد ديال الفقهاء. واذا اجتهدوا الفقهاء شحال هذه وداروا التعصيب، اجتهدوا لنا دابا الفقهاء ويحيدوا لنا التعصيب. التعصيب هو ضرب في صميم الاسره الممتده. التعصيب هو ضرب في صميم الاسره الممتده. بركة علينا غير ان الاسره ولينا كنقلبوا انها تكون اسره نوويه. الفيلم ديال انا وراجلي او لا انا ومرتي والوليدات وسد، هذه الاسره النوويه. عرفتي الاسره النوويه اش ولدت لنا؟ ولدت لنا الاسره الفرديه، لان بسبب الاسره النوويه وعدم التلاحم والتآزر بالاسره الممتده وقطيعه الرحم وهاد المصائب كلها اللي جرت علينا وانعدام القيم، ولات هذيك الاسره النوويه هي اسهل ما يمكن ان يشتت. ولينا كنوقفوا على 123 ألف حالة ديال الطلاق العام اللي فات، وأغلب حالة الطلاق هي حالة ديال الطلاق الشقاق. واللي الناس كيبغيو يطلقوا كتقول لهم واخا عيط على عمك أنت وشي واحد من عنده هو حكما من أهله وحكما من أهلها، كيقول لك أودي لا راه ما عندناش علاقة مع العائلة بزاف وهذا مسائل ما بغيناهاش كذا إلى آخره. بنادم مقطع الكابليات مع الأسرة الممتدة. وفي نهاية أولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض في كتاب الله. وفي نهاية اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي نهاية أن الله عز وجل لما فرغ من الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الحق سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال لها فلك ذلك. ولينا كنشوفوا صلة الرحم ولا قطيعة الرحم زيد ناقص. سد عليك باب دارك، دير مدار جارك، أما دوينا على الجوار وكذا هذا موضوع آخر. حنا كندويو على مسؤولية الأسرة في علاقتها بالقرآن الكريم لتثبيت ركائز قيم الهوية القائمة على العقيدة والقائمة على التاريخ والقائمة على الثقافة واللغة. هاد المسائل هادو هما اللي ممكن اننا نعيش بهم تماسكا اسريا. وهذا التماسك الاسري كما ذكر الاستاذ عبد القادر جزاه الله خيرا، هذا التماسك الاسري هو الكفيل الوحيد بمقاومه تحديات العولمه. انا لا جينا نتكلموا على تحديات العولمه، هذاك موضوع اخر، حنا دوينا بعدا غير على الجانب الاسري. اما راه الجهه الاخرى راه بنادم تيشوف خوتو تيطردوا بالليل وبالنهار وتيقول لك راه ما نقدرش نتغدى بلا ما تكون محطوطه حدايا كوكا، راه ما تدوش ليا الماكله بلا بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.